باه نقدموا شويه للدفاع، مرويا نبرز الملاحظات. وجدي كشريده في المنتخب رغم اللي ماهوش كومبيتيتيف الملاعب، وجدي كشريده اول لعب تقريبا 70 دقيقه فقط مع الغرافه في كاس اسيا الجمعه اللي فاتت، مالغري هذا نلقاوه موجود في قائمه المنتخب. هذا ما يدل لك انه الحقيقه اسلام تشوكيت الحقيقه في الليست نتاع ليكيب ناسيونال. علاش؟ خاطر بالحق تحس شويه تحس شويه بالظلم. كيفاش؟ الملعبيه اليوم اللي طونش سيرتو تانا ناخذ الكام حتى نتاع كشريده كيما جبت لي كشريده صاحبي ومن احسن من الظاهرين الموجوده في تونس. كي تحكي اليوم روندمون طفل واقف على النشاط معناتها على الكومبيتيسيون قرابه كيما نقولوا 6 اشهر ولا 5 اشهر ملاعبي. واليوم قلنا احنا حكينا قبل ماكش بالسهل اليوم باش تجي ليكيب ناسيونال. كي تحب تحكي اليوم الملعبيه ناخذهم بالكومبيتيسيون في شنو اللي قاعدين يلعبوا في الفرق نتاعهم. ممكن راه شويه ظلم من حتى لو كان تقول لي اليوم الزعلوني مش قاعد يعطي في فورما في النادي الافريقي، مي اليوم حسب مره ما عندك حتى شواء اخر. الزعلوني ماهوش يلعب تيتولير في ليكيب ناسيونال، كنت تنجم تعطيه قاعد يشارك بانتظام في النادي الافريقي. مش بانتظام، ماتش اللي فات ما لعبش مثلا. اي والماتش اللي فات لعب مو ما ياخذ طونجو اكثر من كشريت. كي تحب تقارن هذا بهذا حتى حد يشوف في قيمه كشريت، فهمت؟ وممكن كشريده بالقادم الايام باش يلعب باش يكون اساسي راه في المنتخب هذا معك. ما نحكيو كل واحد ياخذ حقه، احنا اليوم نحكيو على احتياطي بتاع بوشنيب. اليوم كي نرى انا زعلوني الحقيقه ماهوش متواجد في الليست هذايا، ممكن انت تحسب ما نعرفش عاد سافوار شنو هو الحكايه. كيف كيف نفس الشيء واحنا حكينا على علي غرام. علي غرام زاد اليوم يظل لك اليوم علي غرام لعب 46 دقيقة، معناتها أنت كليته في حقه ما عيطلوش. لا موجود علي غرام. لا نحكي لك توا موجود. ما سامحني ال 45 دقيقة شنو معناتها يدل لي كونه هو ما كانش موجود في الليستة اللي قبلها. هاو لا التساؤلات المحيرة. يمكن مثلا لا ما فماش يمكن 45 راهي ما فيهاش يمكن 45 يعني يمكن هو مش حاضر. لا وقت اللي يوصل للكومبيتيسيون مش حاضر. لا ماكش فاهم. استنى مو باش يلعب ماتش ولا انت وقتاش بتلعب المقابله وقت بتحضر 100. انا اكثر واحد دفعت على علي غرام قلت لازم يكون موجود. لا موجود على الليسته اللي فات علاش ما كانش مش متواجد واليوم في 45 ولا متواجد؟ ما هو اليوم ولا كومبيتيتيف وخرج اليوم ولا يلعب ولا يلعب على 45 دقيقه. لا مو تحذير عادي نجم مثلا لا مو جمع الثاني اسمع انا بيويل لعبهم في مستوى نجم اسمع في مستوى عالي لعبهم في مستوى عالي تشامبيونز ليج معناها. طلع علي غرام قداش عنده ما لعبش ولا عندهم من جويليا ما لعبش. لا يلعب شويه ياخذ شويه وقت. انت ماخذ حتى طون جو. لا خذ شويه تخذي 11 دقيقه ولا 90 دقيقه مره في ماتش في 6 4 اشهر شو تقولوا لي خاطر اليوم؟ لا لا هو المدرب مدرب شختار قال اكسكيوز لا 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 نكونوا منطقيين شويه ولو المنطق كما يقول اسلام نسبي. ما وصل للاعب يلعب تيتولير كان ديجا حاضر وجاهز 100% بالضبط فهمت شنو قصدي. ما جاش هكاك مبنك في الدار عنده 6 شهور جا مع تيتولير في الاوروبا ليج وكونتر اتلانتا حاجه اخرى تحب نفسر لك ولا فسر لي تشامبيونز ليج. لا ما ينجم يكون كان بتنسيق مع المدرب نتاعو زاد راه لازم نفهم مالي كي تحكي هكا كامور ملاعبي واحنا كملاعبيه نحسوها واليوم ما باش نفسر لك كيما تحكي لي علي غلام كان فالير سور في النادي الرياضي صفاقس ايه؟ اليوم احترف واحنا فرحانين كمدافع اليوم جاب برشا فلوس لجمعيته باش ينفع المنتخب صحيح ماهوش قاعد ماخذ ريتم دو جو كبير في شختار وانا كنت اول واحد قاعد ايه شو تحب تقولنا اسمعني وانت اسمعني كنا نحكي وحكيت ايش كان ما باش نقول لك عليه اليوم احنا كي نحكيو بالمنطق ككوره اليوم 45 دقيقة ماكش تحكم عليه معايا تلوس تجديدات بار كونتر احنا كملاعبين نحسوها كيما حمزة بن عبدة اليوم انت تحس شنو هي الكرة راهي مش احساس ومشاعر مش مسلسل واحد احساس شنو باش تحكي لي فما جوار لعبت كورة انت باش تقول لي باش تحس يا ولدي لا حسب لعبتوا كورة تفهموا كورة تفهموا تحلوا كورة مش بالضرورة تكون لاعب كورة مش حلو اخي كورة نحن نحلوا في الدار احنا انت تنجم تحلل على ما تنجمش احساس وشعور ومسلسل مشاعر حاضر تلعب ماكش حاضر لا مجال للعاطفة في ليكيب ناسيونال ما تنجمش تحكي في حاضر ماكش تحسش كملاعب شو تحس انت اليوم طارق انت تعرف كم لاعبي اليوم لاش انا كيما نعطي ليكزومبل راه وانا نحبو تفل علي غرام ماذا بيا يكون اساسي في بلاصه برشا من اللعبيه اللي في مخي مادام يلعب في شختار لوجيك مي انا نقيم كم لاعب في 45 دقيقه اليوم حاب نحكي لك اليوم انا حمزه بن عبده اليوم نحكيه واه عم ناول من احسن الملعبيه في الملعب التونسي صحيح ولا لا؟ تقل النادي الافريقي ما تقصش عليا وصلت الفكره باهي كمل اليوم شو احساسه طفل كي يسمع بفلان عنده 6 اشهر ما كورش ولا سبور 3 اشهر ويلعب لك 45 دقيقه وهو موجود اليوم في الدار يا ودي عيط له استاذ هذا يعطيه حقه احنا يا ودي نحبوا نحيوها هذيا في المنتخب هذيا يوم حبيتوش تفهموا فما بلايص في المنتخب
شارينهم جواريت فوق. لا وفما حتى في نادي الافريقي حتى نحكيو على اللاعبين الاخرين اللي في التوب. خلي نقدموا نحكيو على خط الخضراوي مش موجود ابارامون. اي مش موجود. خلي نقدموا نحكيو على وسط الملعب. وجود حسام دقاء مقابل ايضا عوده حنابال المجبري. احمد باش ياخذ تعليق من عندك. في المقابل مثلا معتز زمزم يتقال كلام انه باش يكون موجود مش موجود. انيس بن سليمان مش موجود كيف كيف. ودريس المزوني اللي في الشامبيونشيب كيف كيف بقى متالق ومش موجود. انا ديما اسلام كي نحكي على ملاعبي مش موجود يلزمني نشوف الملاعب اللي عيطوا له في بلاصتو. اسكو الملاعب الموجود يلعب هو فرد بوست خير منه ولا لا؟ اذا كان لقيت الملاعب الكونفوكي أسوأ من الملاعبي اللي ما عيطلوش وقتها فما مشكل. مش انا نبدا نلوج بحكم انتماء معين بحكم معناتها نظريات معينة نحب نلقى بلاصه الجوار في ليكيب ناسيونال كوت كوت هما نشوفوا عاد الاستحقاق الميريت نتاع الناس الموجوده خلينا نمشي معاك لهنا. مثلا الميزوني حنابال المجبري الزوز في الشامبيونشيب وارقام الميزوني افضل برشا من حنابال المجبري. الارقام لا تعني شيء اسلام. فما حاجه اسمها فيكو في ليكيب ناسيونال، فما حاجه اسمها تاقلم، فما ملاعب اسم كان الامكانيات نتاع الملاعبي تتماشى مع الخطه اللي باش تلعب بها ليكيب ناسيونال والا لا؟ راهو مش احنا كل ملاعب يضرب كره في البار والا ماركي بوت انت راهو الانتماء للمنتخب استحقاق. يلزمك ساعه توري اللي انت تستحق انك تكون في المنتخب. نرجع للمروان اللي قال 45 دقيقه فما جوارات زاد عيط لهم فوزي البنزرتي لعبيه ثلاث ماتشات هكا 270 دقيقه في الشامبيونال نتاع تونس اللي هي ما تجيش حتى 10 دقائق في الشامبيونز ليج. ها عيط لهم نقولوا كيفاش هما زادهم لاعبين ثلاثة ماتشات كيفاش عيط لهم هاكا بلال ايت مالك شهاب جبالي سيف الجزيري زاد ما لعبش برشا بلال ماشي سيف الجزيري ماتش واحد لاعب معناتها شو مالك فهمتكش معناتها ما لعبش معناتها لا ماك تحكي انت بالدقائق قلت كيفاش هو لاعب 45 دقيقة يعيط له الناخب الوطني قلت لك زاد 45 دقيقة في الشامبيونز ليغ راهي بمعدل 500 دقيقة في البطولة الوطنية فما لاعبين لاعبين في البطولة الوطنية وما عندهمش تاريخ مع المنتخب الوطني وما معناتها ما عندهمش مسيرة قال لك 45 دقيقة خليني نكمل لك عاد قال لك هاك نقارنوا 45 دقيقة نقارنوا تقول لي نحكي انا نحكي انت بالمباريات 45 دقيقة 45 دقيقة تقول لي لا نيفو لا يفرق النيفو لا حتى انا نجم نلعب 45 دقيقة هناك لا مسيرتي في التيرة هاي كيف تحسب معناها علي غرام في الشامبيونز ليغ يلعب انت مسير شو لا نحكي لك ما تاخذهاش بالكود اي ناجم ما عادش فيه شنو المشكل يا اخي سامحني علي غرام انت في الشامبيونز ليغ باش يشد لك طول المده باش يقعد يجري لك فما عبيد تعرف تحسب هو سؤال احمد كان تجاوبني عليه فما عبيد تعرف تحسب هو علاش لعب 46 دقيقه ساعه علي غرام خاطر ما عادش ينجم فيزيكمون علاش؟ مش بالضرورة مش بالضرورة ماذا هو لا الانترنور بدل ما معناتها كان يلعب ثلاثة في اللاكس وكان أكثر شيء على غرام كان على اليمين ثلاثة في اللاكس لا كان يلعب على اليمين على غرام لا لا كتروا ما لعبش ثلاثة في اللاكس كتروا كتروا يتيح على اليمين اسلام مش قاعد ياخذ هاي في التروا كتروا يتيح على اليمين تروا كتروا فقط كمل أحمد ونتحداك فيها إذا كان على غرام ما لعبش توازي يلعب على اليمين وبعد نحى الانترنور رجع بدوز أكسيون أنت ماكش قاري دار حافظ درس كملت احمد على المدافعين سيبون ما عادش خلاني مروان نتكلم خلينا نقدموا شويه